والعمل ليس العمل ليس عذرا في ترك صلاة الجمعة، ولكن العقل يقتضي أمرا، أن نصلي الجمعة في وقتها فيسقط عنا الظهر والقبول عند الله، أن نصلي الجمعة في غير وقتها ولا نصلي الظهر ففقدنا جمعة وفقدنا ظهرا. فلم إنا صلينا جمعة قبلت وأخذنا بأسباب قبولها، ولم إنا صلينا الظهر فسقط عنا ظهرا، فيسقط عنا أمرين ونلقى الله بفرض لم نصليه أبدا. فكيف يكون جوابنا حين يسألنا ربنا سبحانه وتعالى؟ أي اجتهاد في هذا الأمر؟ لا اجتهاد في أصل من أصول الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه آية واضحة بينة لكل مسلم ومسلمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.